يا صباح الفل عليكم، يا صباح الفل على الجميع. حلقتنا النهارده حلقه مختلفه تماما عن ذهنكم، حلقتنا النهارده عن السجاير والتدخين. حلقتنا النهارده مهمه جدا، عايزك تكملها، مش هنرغي عليكم كتير، مش هنطول عليكم، ولكن هنفيدكم قوي. داخلين داخل في رمضان، اللي عايز يبطل سجاير يلحق يبطلها في الوقت ده. ناخد فاصل وهنرجع نكمل. الهام بس تعرفوا يا جماعه ان السجاير دي مش ادمان. زي ما كنت بقعد اتكلم مع نفسي قبل ما ابطلها، الكلام ده كان حوالي سنه، كنت بقول ان لا يمكن اقدر ابطل السجاير، لا يمكن اقدر ابطل عنها، لا يمكن اقدر استغنى عنها. كنت بقعد اتناقش مع اصحابي كتير يقولوا لي لا يمكن تعرف تبطلها يا احمد، لا يمكن. بصوا كلمت اصحابي كتير قبل ما نبطل، لانهم كانوا بيشربوا، قالوا لي ما ينفعش نبطلها، احنا خدنا عليها خلاص، بقت حاجة زي الاديكتيف الادمان. انا وانا مروح كنت انا باخد علبة السجارة ابص فيها، كنت الاقي فيها مثلا حوالي 4، وانا طالع بيتي كنت لازم اروح اجيب علبة تانية واحطها في جيبي للاطمئنان، حتى لو نمت يبقى معايا سجاير. هي العلاقة هي علاقة مش ادمانية، هي علاقة تعود، والتعود بالشيء مع الكسرة بيزغن في مخ الانسان ومخ الشخص انك انت ما تقدرش تغنى عن السجاير، فتبقى حاله من حالات الادكتيف الادمان اللي انت بتبقى متعلق بيها جدا وما تقدرش تستغنى عنها. العلاقه العاطفيه تاني نقطه بقى، غير علاقه الادمان، هي العلاقه العاطفيه ما بينك وما بين السيجاره، او العلاقه العاطفيه ما بينك وما بين مثلا الخبز، العلاقه العاطفيه بينك وبين الحلويات. هذه العلاقه العاطفيه وانت بتركب عربيتك اتعودت تشرب سيجاره، وانت بتشرب قهوتك اتعودت تشرب سيجاره، وانت اي حد بيقدم لك مشروب متعود تولع ومتعود على الحركه دي. اول ايام وانت بتبطلها تعرف انك انت هتتعب قوي في خلال الايام، اول اسبوع مرحله التغيير، مرحله عدم الاستقرار اتكلمت فيها كتير جدا وانت بتعمل دايت خلاص، واتكلمت فيها وانت بتبطل سجاير. عدم الاستقرار اول حاجه هتحس ان انت ناقصها، العلاقه العاطفيه اللي ما بين الحركه دي وما بين انك انت كل شويه تشرب سيجاره وتنفخ، تشرب سيجاره وتنفخ. اول ايام هتعمله هتجيب ازاز كرتونه ميه في العربيه بتاعتك، وتبدا تحط ازايز ميه كتير جنبك. والناس اللي بتخس ما تعوضش بطل السجاير، تعوضها بعصاير، ما عملش حاجه، يبقى هيخس وهيتخن، هيقوم جاي راسم في ذهنه ان ايه، انا لما بطلت سجاير تخنت تاني. لا طبعا، فلازم انت تاخد حاجات سعراتها حراريه قليله جدا. فالمنطقي ان انا ايه اجيب ميه نور زيرو كالوريز واقعد اشرب، وابدل العلاقه دي بدي. ان الى وقتنا هذا لما بتحرك بعربيتي او بسافر لازم اشتري ميه، لان اتعودت على شرب الميه. ومن هنا يجي ايه الادمان. انا يا جماعه بقيت مدمن ميه، انا كل ما اروح مشوار لازم ازازه الميه في ايدي. يعني انا دلوقتي انا بصوركم سايب الترابيزه عليها 3 ازايز ميه، اتعودت على الميه. ليه؟ لان دايما اقول مفيش حاجه اسمها ادمان، التعود على الشيء ادمان. قيس على ذلك بقى، قيس على ذلك كل هذا. الدليل على كلام ان هو مش ادمان ان رمضان كلكم يا ايها المسلمين اول لما يدن الفجر حضراتكم بتقعدوا زي البوبيات كده لحد اذان المغرب، ما بتاخدوش ولا حاجه، واول لما بيدن سيجاره ورا الثانيه، سيجاره ورا الثانيه، سيجاره ورا الثانيه. طب ما انت كنت مستحمل الصبح، وكنت مستحمل في اذان المغرب، طب ايه اللي حصل لك؟ خلاص؟ فانت كده هو موضوع، هو تعود. وعلى اول رمضان بيحصل لك شويه صداع نتيجه انك انت بتقلل اكلك ونتيجه انت مبطل سجاير، على اخر رمضان بتتعود على قله شرب السجاير. استغلوا رمضان يا جماعه، انا بقولها لكم استغلوا رمضان. ده بلس بقى اضرارها، الضرر المادي، الضرر المادي وضرر الصحي. انا كنت كل يوم بنزل كميه بلغم وانا بشربها، واول لما بطلتها طبعا زاد البلغم في الاول، لان كان في، مش عايز اخش في الموضوع العلمي، ولكن انت لما بتبطل سجاير بيحصل ان الرئه بتتعب شويه في الاول نتيجه ان انت سحبت منها نيكوتين كنت انت بتدخله زياده عن جسمك، فبالتالي كنت انت ما بتيجي تطرد ايه؟ تطرد بلغم. انت المرحله لو حصلت ديت يبقى انت ايه؟ بتحاول تنقي جسمك من الايه؟ النيكوتين، فبتبدا تشرب ميه كتير جدا وبتزود كميه الفلويد، وبتتعوض بمكسرات ولب سوري بسيط جدا. انا بقول بسيط ليه؟ عشان ما تتخنش. انا بتكلم بسيط عشان ما تقعدش وتتخن. الناس بقى الرفيعه تضرب، مفيش مشاكل، تضرب مكسرات، تضرب لب براحتها،
تضرب عصاير براحتها، ولان العصير في الحلقه كانت كنت بتكلم ان العصاير تاكلها فاكهه احسن ما تاخدها عصير عشان ما يحصلكش اضرار من السكر. حلقتنا النهارده حلقه عن السجاير، اتمنى ان الحلقه دي تتذاع على جميع انحاء العالم. خلينا ناخده ثواب، الحلقه دي ليها ثواب كبير عندي ان اخلي غيري يغير حياته ويبطل سجاير. الحلقه دي ممكن تغير ناس كتير قبل دخلت رمضان. الحلقه دي بجد حقيقه احنا عايزين نبعد عن السجاير، ان السجاير شيء مضر جدا في حياتنا. يا رب يكون مني النصيحه كويسه. واجمد كده وانشف اول اسبوعين، هتتعصب شويه، اللي حوالينك يستحملوه، عوض بشرب الميه، عوض بالخضره، وتوكل على الله، ربنا مش هيخذلك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.